الفكرة جات لكم منين؟ هو في الحقيقة الفكرة بدأت من عند صديقي محمد غالي. اتفضل يا صديقي يا أستاذ محمد. هو أول حكاية بدأ معنا من 2018 يناير 2018. من قبلها بفترة أنا وإمام متابعين جدا للسينما، يعني بشكل يومي ممكن بنشوف أفلام، وبعد شغلنا الطبيعي بنروح نقعد نتكلم عن هو يرشح لي أفلام أنا أرشح له أفلام. وشغلكم ليه علاقة بالسينما؟ يعني هل في كتاباتكم الصحفية ليها علاقة بالسينما؟ لا، كان اهتمام بس. اهتمام بس. أوكي. فنتكلم هو يرشح لي افلام ارشح له افلام، بدانا بقى نتكلم فكره كل فيلم بدات ازاي، طب ليه الكاتب عمل ده، طب ليه السيناريست عمل ده، وكان اكتر تركيزنا على السيناريست نفسه مش الاخراج، يعني السيناريو اكتر حاجه. طب ليه عمل النهايه دي، جمله الحوار دي كانت جميله. فانا بدا يكبر معايا الموضوع شويه بشويه، فقعدت مع امام قلت له احنا عايزين نعمل حاجه عن كتاب السيناريو في مصر. وهو امام طبعا تحمس جدا، وقعدنا اسبوع نتكلم لغايه ما وصلنا لاول الحكايه. بس احنا كان شرطنا ان لازم الاستاذ وحيد حامد يبقى معانا. قلنا ما ينفعش نعمل كتاب عن السيناريو الا في وجود الاستاذ وحيد حامد. كلمنا الله يرحمه طبعا. كلمنا صديقنا الاستاذ محمد عبد الجليل، كان هو رئيس قسم الفن في جورنال الوطن، نسق لنا الحوار مع الاستاذ، وطبعا هو تحمس جدا، وقابلنا يعني كاننا اصحابه مش تلميذ واستاذ. فكان يوم ما يتنسيش طبعا. أكيد. فتح لنا قلبه. أكيد. وكلمنا عن الذكريات وعن السينما وعن الحياه وعن الفكره. اكيد. وبدات بقى من هنا الحكايه. اكيد. احكي لي شويه عن فكره انكم تبتدوا من الحوارات مع الكتاب، يعني كان ممكن تناقشوا الموضوع بطريقه مختلفه، ايه اللي خلاكم تقرروا ان انتوا كتابكم هيكون يعني عن حوارات وعن اسئله وعن كلام جاي من كتاب السيناريو، طبعا من اشهر كتاب السيناريو الكاتب الراحل الاستاذ وحيد حامد؟ هو في الحقيقه بعد ما محمد غالب يعني طرح عليا الفكره، انا تحمست جدا، وكان زي ما غالب ذكر احنا كنا دايما بنتكلم عن السينما وعن الفن وعن الكتاب عموما. بدانا نحط مجموعه من المحاور والتصور بتاع الكتاب، كان على راسه اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي، هو انه يكون مجموعه من مش هسميها حوارات ولا مقابلات صحفيه، ولكن هي قعده دردشه. يعني ممكن نسميها قعده دردشه مع كبار الكتاب، الناس اللي هم صنعوا هذه الافلام طبعا، وكانوا العقل المفكر للفكره اللي احنا في الاخر شفناها طبعا، افلام سينمائيه عظيمه على مدار الخمسين سنه اللي فاتت. فقلنا نروح نقعد مع الناس ديت، وقررنا ان ما يكونش حوار في شكل سين وجيم بشكل يعني جاف شويه او بشكل صحفي. لا، احنا هنروح مع الاساتذه دول الكبار ونعمل معاهم ما يشبه رحله. احنا بنعمل رحله من اول حكايته وهو طفل في القريه، يعني الاستاذ وحيد حامد بدانا بيه هذه الرحلات، حكى لنا الرحله بتاعته، اول الحكايه بتاعته منذ ان كان طفل في القريه لحد ما وصل بالظبط، وازاي اتربى وازاي نشا وازاي حب الكتابه لحد ما وصل، وبدايه دخوله عالم السينما وبدايه احتكاكه بالفنانين والمخرجين والمنتجين. فبنرصد هذه الرحله بشكل شيق وباسلوب سلس، وبنعتقد ان احنا ما بنقدمش بس يعني وجبه للمهتمين بالسينما، لكن احنا كمان من خلال رصد الرحله ديت لعدد من كبار الكتاب، يعني نعتقد ان احنا عملنا نوع من انواع التاريخ للسينما المصريه، لان هم كانوا شهود على مراحل مهمه جدا في السبعينات طبعا والثمانينات طبعا، وصولا الى الوقت الحالي، ووثقوا احداث كتير وقدموا حقيقة افلام مهمه طبعا، وغيروا في وجهات نظر كتير طبعا، وطبعا كان لهم تاثير كبير جدا طبعا. فرصدنا معاهم الامر ده، وهي كمان المقابلات لما حضرتك تقريها في الكتاب هي مش موقفناش عند السينما فقط، لكن كمان حياتهم الشخصيه. ما انت بتقول ابتديتوا من بداياتهم من طفولتهم بالزبط. وده اللي خلاكم تهتموا بيه، يعني هل تفتكروا ان طفوله الكاتب ممكن قد ايه تاثر بالزبط على كتاباته بالزبط، وقد ايه ممكن تكون وجهه نظره عن الحياه طبعا، وقد ايه ممكن تكون مؤثره في شخصيته، وبالتالي ده هينعكس على كتاباته؟ ده حقيقي جدا جدا. يعني مثلا الاستاذ بشير حكى لنا عن ان اكتر حد مأثر فيه في الكتابه طنط النبويه، اللي هي مرات عمه اللي كانت بتحكي له في البلد حواديت واساطير والعفاريت. الاستاذ بشير الديك القريه مأثره في الاستاذ وحيد حامد جدا. هاني فوزي تحديدا الطفوله فيه مأثره، يعني كل افلامه او معظم سيناريوهاته حاجات نابعه منه هو. فطبعا احنا ركزنا على الموضوع دوت، ازاي الفكره بتتولد وازاي الطفوله مأثره. ده غير طبعا اتكلمنا عن كواليس الافلام، علاقة المخرج بالمنتج بالسيناريست، حاجات كتير جدا موجودة
يهتم يعني تعجب الهاوي القارئ. الهاوي اللي هو بيحب يسمع حكايات وفي نفس الوقت الدارس. اوكي.